الحديث الأساسي. أسعد الله صباحكم بكل خير. في صباح يوم الأربعاء الموافق 5 من أيار لعام 2021. اليوم يا خامس وفي حصة مادة التربية المهنية رح نعمل مراجعة سريعة لدرس أدوات الرسم الهندسي، ورح نقوم بحل الأسئلة صفحة 86، ومن ثم الانتقال إلى الدرس الثاني وهو تطبيقات في الرسم الهندسي. رح نأخذه كحصة عملية ورح نحل أسئلة الدرس. أول شيء هنقوم بعمل مراجعة سريعة لأدوات الرسم الهندسي. في الحصة السابقة تعرفنا على أدوات الرسم الهندسي وأخذنا مفهوم الرسم الهندسي. حكينا هو الوسيلة الرئيسة للاتصال في العمل الهندسي، وإحدى طرق التعبير عن الأفكار ونقل المعلومات ووصف الأشكال باستخدام مجموعة من الخطوط التي يتصل بعضها ببعض لتكون شكلا يعبر عن الفكرة المراد توضيحها. أخذنا عن أنواع الخطوط في الرسم الهندسي وحكينا عنها 3 خطوط: خط الإنشاء والظاهر والمخفي. حكينا عن أدوات الرسم الهندسي، حكينا عن طاولة الرسم، حكينا عن ورق الرسم وإنه عندي نوعين وهو ورق أبيض مصقول بنسميه فبريانو برسم عليه مباشرة، والورق الشفاف بستخدمه في نقل الرسوم الجاهزة ويسمى ورق الزبدة. حكينا عن أقلام الرصاص وحكينا أنه عندي 3 أنواع لأقلام الرصاص: متوسط الليونة زي الـ HB والـ F، وهاي لرسم الخطوط الدكناء. عندي الأكثر صلابة اللي هي 6H3H، يستخدم في بداية الرسم لسهولة إزالته، والأكثر ليونة زي 2B و 8B يستخدم في الكتابة والتخطيط. حكينا عن الممحاة، حكينا عن المسطرة ذات الحرف T إني بستخدمها في رسم خطوط أفقية على ورقة الرسم. حكينا عن مسطرة القياس تستعمل لإنشاء المستقيمات وإذا كانت مدرجة لقياس الأطوال. حكينا عن المثلثات وإنه عندي نوعين، عندي واحد زواياه 30-60-90 والثاني 45-45-90 وبستخدمهم في رسم الخطوط العمودية. حكينا عن الفرجار إني برسم فيه الدوائر والأقواس الدائرية، والمنقلة حكينا إنها تستخدم في قياس الزوايا المختلفة ورسمها. ننتقل هلأ لحل الأسئلة صفحة 86، والسؤال الأول: وضح مفهوم الرسم الهندسي. هو الوسيلة الرئيسة للاتصال في العمل الهندسي وإحدى طرائق التعبير عن الأفكار ونقل المعلومات ووصف الأشكال باستخدام مجموعة من الخطوط التي يتصل بعضها ببعض لتكون شكلا يعبر عن الفكرة المراد توضيحها. السؤال الثاني: املأ الفراغ بما هو مناسب في الجمل الآتية. المثلثات المستخدمة في الرسم الهندسي نوعان هما 30-60-90 و45-45-90. الممحاة المرنة هي أكثر جودة في المحي. أقلام الرصاص ذات الرمز HB و F تعد متوسطة الليونة. يستخدم الورق الشفاف في نقل الرسوم الجاهزة. السؤال الثالث: عدد 5 من أدوات الرسم الهندسي واذكر استخداما واحدا لكل منها: المثلثات رسم الخطوط الأفقية والعمودية، الفرجار رسم الدوائر والأقواس الدائرية، مسطرة القياس إنشاء المستقيمات، المنقلة رسم الزوايا وقياسها، ورق الشفاف نقل الرسوم الجاهزة. السؤال الرابع: كيف تحافظ على أدوات الرسم الهندسي؟ تنظف بعد الاستعمال وتحفظ في علبة أو صندوق في مكان مناسب وتستخدم لغايات الرسم الهندسي فقط. السؤال الخامس مش مطلوب منكم يا خامس. وهلأ يا خامس بعد ما حلينا الأسئلة صفحة 86 بدنا ننتقل للدرس الثاني اللي هو تطبيقات في الرسم الهندسي، وبهذا الدرس بدنا نتعلم كيف نرسم مربع ومستطيل وزاوية. بلزمني طبعا طاولة رسم، بلزمني ورق للرسم، بلزمني مسطرة أقلام رصاص وممحاة ومنقلة. أول إشي بدي أقوم برسم مربع. أرسم مربع طول ضلعه 5 سنتي، وإحنا عارفين إن المربع إله 4 أضلاع، وهلأ بدي أقوم برسم أضلاع. هاي أول ضلع بسميه ألف باء. الضلع الثاني لازم طبعا كمان يكون 5 سنتي،
والضلع الثالث لازم كمان يكون 5 سنتي، والرابع لازم كمان يكون 5 سنتي، وهي جيم وهي دال، صار اسم المربع ألف ب جيم دال، وهون 5 سنتي، 5 سنتي، 5 سنتي، وخمسة سنتي. هلا الإشي الثاني بدي أرسمه مستطيل، أرسم مستطيل سين صاد عين لام اللي هو هذا اسم المستطيل، طوله 6 سنتي وعرضه 4 سنتي، وإحنا بنعرف إنه المستطيل له 4 أضلاع، كل ضلعين متقابلين متساويين، إله طبعا طول وإله عرض، هاي العرض بيكون هون، هاي 6 سنتي وهاي 4 سنتي، كان اسمه سين صاد عين لام، وهون طبعا كمان بيكون 4 سنتي، وهون طبعا بيكون اللي هو 6 سنتي، طبعا اسمه سين صاد عين لام، نتأكد بس من قياسه، هي 4 وهي تمام، هذا اسمه مستطيل. وآخر إشي بدنا نرسم زاوية، أرسم زاوية ألف ب جيم قياسها 90 سنتي، هاي اسم الزاوية وهاي قياس الزاوية، وبما إنها 90 درجة فبدها تكون زاوية قائمة. أول إشي برسم اللي هو الخط اللي هو ألف باء، بسميه ألف باء، بعدين بالمنقلة أنا بستخدمها لرسم الزوايا، بثبت المنقلة على أول الخط، أنا محيت لأنه حسيت إن الخط مايل. هلا هاي وهي 90 هون، بحط زي شحطة صغيرة وبعدين بوصلها هيك وهيك، وهي جيم وهي 90 سنتي. وهلا يا خامس بعد ما خلصنا درس تطبيقات في الرسم الهندسي بدنا ننتقل لحل الأسئلة صفحة 96، وبس مطلوب منا نحل السؤال الأول والثاني والثالث والخامس، يلا ننتقل لحل الأسئلة. حل الأسئلة صفحة 96. سؤال أول، أعطي مثالا على أهمية الرسم الهندسي في حياتنا. يمثل الرسم الهندسي لغة التواصل بين المهندس والمصمم والفني والمهني، ويتم من خلال الرسم الهندسي التعبير عن أي تصميم أو تكوين أو منتج بطريقة تمكن الفني والمهني من فهم مدلولات هذا الرسم وتنفيذه. السؤال الثاني، ما الأدوات التي نحتاج إليها لرسم مربع؟ ورق رسم، مسطرة، ممحاة، قلم رصاص. السؤال الثالث، ما الأدوات التي نحتاج إليها لرسم دائرة؟ المسطرة، الفرجار، قلم الرصاص، والمنحاء. والسؤال الرابع يا خامس، مش مطالبين فيه، ننتقل هلأ للسؤال الخامس.
تأمل صندوق أدوات الرسم الهندسي واختر الأداة المناسبة لكل فرع. أداة تصنع من البلاستيك الشفاف وتستخدم في قياس زوايا المختلفة ورسمها. المنقلة تستخدم في رسم الخطوط الدكناء أقلام الرصاص HB. قاعدة ارتكاز لأدوات الرسم المختلفة اللي هي المسطرة ذات الحرف T. سطح مائل مستوي أملس تثبت عليه ورقة الرسم طاولة الرسم. يوجد منه نوعان فبريانو وزبدة اللي هو ورق الرسم. تستخدم في رسم الخطوط العمودية والأفقية والخطوط المتوازية مثلثات. إذا كانت مدرجة تستخدم في قياس الأطوال واستعمالها الرئيس هو إنشاء المستقيمات. مسطرة القياس معدن يتألف من جزئين ومفصل يمكن التحكم فيه ويستخدم في رسم الدوائر والأقواس الدائرية الفرجار. ولهون يا الخامس بتكون خلصت حصتنا لليوم. يعطيكم ألف عافية.